تفاصيل جديدة في حادثة اعتداء الحارثية التي نفذتها امرأتان بالضرب والشتم والتجاوز على ضابط المرور، إذ تبين اللقطات الأولى للمشكلة التهجم المباشر من قبلهن. ورغم ما روج عن إطلاق سراحهن بكفالة أو بضغوطات سياسية، لكن مدير المرور العامة أكد أن المعتديتان يقبعن بالسجن بانتظار الأحكام القضائية بعد رفع قضيتين، واحدة من قبل المفرزة وأخرى من قبل مديرية المرور. إجراءات قانونية متخذة، والمتهمات حاليا بالتوقيف وموجب قرار قاضي تحقيق، والاعتداء ما يراد لشهود، الاعتداء حصل أمام الأنظار الكل، وأعتقد الغالبية طلعوا على هذا الاعتداء. حقيقة الضابط مارس تحمل كثيرا بسبب يعني حقيقة راد يعبر عن تربيته وقيمه وأخلاقه اللي ما تسمح له أن يتجاوز على امرأة، لكن عندما يتجاوز المواطن على التعليمات والتوجيهات وعلى روح القانون، ليس لدينا سوى اختيار المواد القانونية واختيار تطبيق القانون على المسيئين. عملية اعتداء حصلت تحت غطاء النفوذ السياسي التي تتمتع بها هاتان الامرأتان كما يتحدث لنا مراقبون، وهناك آلاف الحالات المماثلة لكنها لم تأخذ حيزا بسبب عدم ظهورها للإعلام. وما حصل في الحارثية تجدد يوم أمس في شارع المتنبي، لكن المواطنون استهجنوا الفعل ووقفوا مدافعين لمنتسب المرور. لو كان لدينا قانون مشرع ومحاسبة لمن يسيء الأدب خاصة مع القوات الأمنية ورجال الدولة لما وصل الحد إلى هذا، وهذه الحالة طبعا متكررة وستتكرر لطالما أن لا يوجد رادع حقيقي، وإن كانت ما قام به السيد وزير الداخلية مشكورا برد الاعتبار، ولكن هذه الحالات طالما سمعناها قد تكون هذه الحالة صورتها الكاميرا ووثقتها وأصبحت رأي عام، ولكن هناك الكثير حتى من الضباط الذين استطاعوا من خلال تجاوزهم أو من خلال توقف يعني إيقافهم لهذه الممارسات أن تأتي بهم العقوبة ويأتي بهم النقل المباشر من هذا المكان إلى أبعد الحدود. مسلسل الاعتداءات على ضباط ومنتسبي المرور يتجدد جزءا بعد آخر، والسبب هو استغلال بعض الأفراد للسلطة الممنوحة لهم والنفوذ المطلق الذي يمارسونه في الشارع بشكل شبه يومي، بينما تتعالى المطالبات الشعبية بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بالتجاوز على القانون تحت أي مسمى كان أو عنوان وظيفي. من بغداد، جابر جمال الرشيد.